هاي، كيف كنت؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الحمل، رح أحاول أحكي فيها عن الأحوال العاطفية لإلك كبرج الحمل، وكذلك رح أتحدث عن العذاب. رح نشوف شو بخبئ لهم. أوكي، للتنويه فقط على أنه هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع، وفي إمكانية أنه تكون قراءة عكسية. بداية يا برج الحمل، عم شوفك كأنه مبتعد عن الحبيب، مهتم لكل ما يتعلق بالعمل، نجاحك العملي. عم شوفك ممكن تترصد هذا الإنسان عن بعيد وشايل بقلبك تجاهه، بس بذات الوقت مهتم لكل ما يتعلق بالعمل ونجاحك العملي يا برج الحمل. أوكي، عم شوفك عندك رغبة داخلية انه تحقق توازن فيما يتعلق بالعمل وكذلك حتى العلاقات، بس عم شوف انه العمل بيمشي معك احسن من العلاقات بالوقت الراهن. عم شوف كذلك طاقة الحبيب حاليا كأنه يعني يعيش سعادة مع العائلة، يعني مرتاح مع العائلة. ممكن في يعني في غضون هذه الأزمة تبع كورونا، هذا الإنسان عم يعيش مع عائلته في لمة، في جمعة، في سعادة بالبيت. أوكي، بس من جوة قلبه عم شوفه عم يشتاق لإلك يا برج الحمل، عم ينتظرك، وعم شوفه كذلك موجوع القلب. ليش ابتعدت عنه وليش تركته؟ أوكي، كتير عم شوفه عم يقاوم مشاعره، وعم يقاوم حنينه لإلك. في كتير حنين تجاهك، أوكي، لأنه عم تطلع طاقة سترونج أو ورقة القوة، بتعني أنه هذا الإنسان عم يقاوم وعم يعني عم يقاوم مشاعره تجاهك. وكذلك عم شوفه لهذا الإنسان ممكن يكون من برج الجدي، العقرب، الجوزاء، والميزان، ممكن كذلك حتى يكون الثور. يعني تقريبا عم شوف كل الطاقات هي، يعني هذه القراءة ممزوجة بين عدة طاقات ترابية، هوائية، مائية، ونارية، يعني تقريبا كل الطاقات. اوكي، عم شوفه كذلك لهذا الشخص ممكن إنسان كتير ناجح ماديا، وشخص بحب الترف وبحب إنه يكون يعني عايش بمستوى جميل. أوكي، هذا الشخص ممكن يكون كذلك من برج الثور أو الأبراج التي هي محكومة من كوكب الزهرة. الأبراج المحكومة من كوكب الزهرة بيغلب عليها طاقة الجمال أو طاقة حب الرفاهية. أوكي، هذا الإنسان هيك عم شوفه، بحب إنه يكون بيعيش بمستوى من الرفاهية كتير عالي. بحسه كذلك لهذا الشخص بيشوفك على أنه أنت من مسببات السعادة لإله. ممكن يريد طلب السماح منك إذا في كان خصامات وابتعاد، وعم شوفه إذا كنتم متزوجين يريد رجعتك للبيت. أوكي، عم شوفه لهذا الشخص بالوقت الحالي لا يبدي مشاعر كتير قوية تجاهك. عم شوفه كذلك لهذا الشخص كتير بحبك. أوكي، هذا الإنسان بحبك وكذلك أنت بتحبه، بس طريقة حبكم لبعض كتير مختلفة. هو بحبك بشكل مثلا بحب الكلام الرومانسي، بحب الكلام الجميل، بحب الهدايا، بحب الترف، بحب هيك أشياء، بحب أنه الحب يعبر بهذه الأشياء، بس أنت تختلف عنه. أنت مثلا بتحب أنه يكون الحب بشكل حسي أكثر، أوكي؟ أنه يكون معك، أنه تحسه بالمواقف معك. كذلك أنت ممكن بتحب أنه يكون جسديا معك، أوكي؟ ممكن للبعض، بقول للبعض، أوكي؟ بيحب أنه يكون بعلاقة جسدية معه. وكذلك عم شوف إذا ما كانت هذه الحالة، أنت تريد أن يكون معك
فعليا معك، يعني جسديا وروحيا وكل كل الأشياء. أوكي، بحب بشوف كذلك على أنه أنت شخصية متملكة، شخصية بتغاري كتير، وشخصية بدك أنه تستحوذ على هذا الإنسان، بتحسه كأنه هو لإلي، ما عنده يعني، يعني تحاول تمتلكه لهذا الإنسان. لهيك عم شوف مشاعرك تجاه هذا الإنسان عم تمر بمشاعر ملخبطة شوي، بتغار كتير على هذا الإنسان، وعندك مشاعر كتير قوية. أوكي، متملك أنت كتير بالعلاقة لهذا الشخص. عم شوف كذلك على أنه أنت بدك عودة هذا الإنسان، ممكن أنت الذي بشوفك عم تخطي خطوة تجاه هذا الإنسان، بدك أنه يرجع هذا الإنسان لحياتك، وكذلك هو بده يرجع لحياتك، بس عم شوفه هو شوي ما عنده هذه القدرة تبعك يا برج الحمل. أنت إذا بتحب يعني بتحب من قلبك، وكذلك انت منك من الاشخاص اللي مثلا بتخاف تبين حبك، انت من الاشخاص اللي عم تجاهر بحبك للانسان. اذا بتحب بتحب، واذا ما عندك يعني ما عندك انصاف الحلول، انت من الاشخاص اللي عندك وجه واحد. اوكي، لهيك عم شوفك عم تبادر بالعلاقة، او عم تبادر بالصلح انت اكثر من هذا الانسان. و عم شوف كذلك ممكن هذه المبادرة اللي رح تعملها يا برج الحمل ممكن ما تتكلل بالنجاح، ممكن تتكلموا ويصير في نزاعات وفي كلام قاسي بيناتكم. اوكي، عم شوف كأنه رح تتنازعوا ورح يكون في كلام جارح او كلام قاسي، ممكن ما تتفاهموا، او ممكن انت شوي رح تتكبر على هذا الانسان. اوكي، لانه عم شوف في ايجو كتير عالي، في كرامة كتير عالية. ممكن انت رح ترجع لهذا الانسان، او رح تخطو خطوة لهذا الانسان، بس ممكن لانه الحمل عنده 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 كرامة كتير عالية، ممكن تحكيها له بكلام شوي فيه نوع من الكبر، ويكون ردة فعله يعني مخالفة، او ردة فعله كتير مش إيجابية، ويكون في خصامات، لأنه عم شوفكم عم تراقبوا بعض، وفي كل ما ابتعدتوا عن بعض، في كل ما يعني صار عندكم تولد عندكم داخليا نوع من العتب على هذا الشخص. أوكي، عم شوف يعني تقريبا المستقبل العلاقة عم شوف رح ترجعوا مع بعض. اوكي، ورح يكون في خصامات، ورح تفترقوا وتبتعدوا عن بعض من بنفس الوقت. اوكي، ما عم شوف انه في رجعة طويلة وتصليح للامور. اوكي، عم شوفكم رح ينشب يعني مشاكل جديدة. اوكي، ممكن المشاكل اللي رح تنشب او رح تبدأ رح تكون تتعلق بعلاقات ثلاثية، ممكن فكرة الاهتمام، كل واحد رح يعاتب الآخر على عدم اهتمامه بالعلاقة، او عدم اهتمامه بالشريك. خاصة انت يا برج الحمل عم شوفك عم تعاتبه لهذا الانسان، ليش ما عم تهتم فيني، ليش ما عم تعطيني اولوياتك، عندك عتب كتير كبير على هذا الإنسان. كذلك عم شوف بهذه الورقة على أنه أنت مستعد جدا لتطلب السماح من البارتنر تبعك، الشريك الرومانسي لإلك. أوكي، لحيك أنا عم شوفك أنت اللي رح تخطو خطوات تجاه هذا الإنسان. بالنسبة ل عندك مخاوف أنه في rejection، في رفض لعلاقتك أو رفض لطلبك، عم شوف في تخوف من
تخوف من الرفض، اوكي، انه يرفضك هذا الانسان. اوكي، ممكن انت طريقتك، انا عم شوف بصراحة طريقتك بالرجعة او بطلب السماح كانت شوي هيك، راح تكون شوي فيها نوع من يعني الكرامة، راح تحشر كرامتك بالنص، والانسان الاخر ممكن راح تكون ردة فعله اللي هي شوي فيها مشاكل وصراعات وهيك يعني. اوكي، عم شوف على انه هذا الانسان بينتظر انه ترجع لإله، في طاقة انه هذا الانسان بده ترجع لإله ويريد ان ترجع لحياتك، بس ممكن طريقتك بتصليح الامور راح تكون مش جيدة. اوكي، بيقول لك انه لازم تظهر حقيقتك انت، اوكي، لازم تظهر للعالم من انت او حقيقة نفسك. اوكي، كتير ناس عم تفكر على انه برج الحمل برج قاسي، وبرج الحمل شخصية صعبة وكذا، لا، برج الحمل اطيب من قلبه ما فيه. اوكي، وانت عم تظهر للناس انه شخصيتك قاسيه، انه شخصيتك صعبه، ممكن انت ردات فعلك او كلامك اوقات عم يكون حاد، بس الناس عم تاخذ صوره على انه انت شخصيه حاده وشخصيه صعبه، بس حقيقه انت اطيب منك ما فيه. اوكي، لهيك انت بيطلب منك الورق انه تحاول تبين شخصيتك الحقيقية، شخصيتك الطيبة، روحك المرحي، حاول تبين هذه الأشياء عشان يتفهم هذا الإنسان ويتفهم وياخد الصورة الحقيقية تبعك، لأنه عم شوف واخد صورة مش حقيقية عنك. أوكي، ممكن أنت تتعامل كذلك مع برج الدلو. بالنسبة للعزاب، عم شوفهم اهتماماتهم بالحياة بهذا الوقت بالعلاقات. اوكي، عم شوفكم مهتمين كتير بالعلاقات ومهتمين بشخص ممكن يكون برج الثور او يكون برج الحمل، بس ممكن مهتمين بالعلاقات وبدكم علاقات من جوا، بس ما عم شوفكم عم تخطوا خطوات للتعرف مثلا على اشخاص. ممكن عم شوفكم واخدين الامر على انه اذا بحبنا شخص رح يتقدم لإلنا او ممكن يعمل خطوة لإلنا. اوكي، مش خطأ ابدا، بس ممكن عندكم رغبة كتير عالية تجاه انه تتعرفوا على شخص جديد بحياتكم. بالوقت الراهن ممكن في رجعة احد من الماضي، ممكن يكون برج الميزان او برج السرطان. هذا الانسان ممكن رح يريد الرجعة او يريد تصليح الامور. عم شوف انا في كارما رح تتحقق. الكارما مو بالضبط انه يكون تكون سلبية او ايجابية، الكارما هدفها الاساسي انه تتعلم درس، انه تاخد درس بالحياة. مثلا رجعت هذا الانسان اجت لتحقيق مثلا كارما معينة، انه تصلح امور بالعلاقة وتصلح امور بشخصيتك او بالعلاقة اللي انت رح تحكي معه او مع الانسان اللي انت رح تحكي معه. عم شوف في تصليح امور كانت عالقة بالماضي رح ترجع للسطح لتصلحوها من جديد. اوكي، عم شوف كذلك على انه عم شوف على انه يا عندكم في احتماليتين. اوكي، في بعض منكم ما رح ينجح بتصليح هذه الامور او هذه الكارما، ورح يكون في خسارة وفي ابتعاد كذلك، وللبعض منكم عم شوف في تصليح للامور وفي بداية جديدة، وفي كأنه في يعني رح توقدوا في شعلة الحب من جديد. اوكي، عم شوف انه طاقة الحمل بهذا الوقت كتير فيها باشن وفيها رغبة وفيها شغف كتير عالي، لانه عم شوفك بهذا الوقت عم تحس بحنين لهذا الانسان، عم شوفكم عم تحبوا بعض. اوكي، اوكي،
اوكي، بالنسبة للحياة العملية باخذ بس ورقتين لحكي على الطاقة التي ستشمل برج ماي شهر ماي. عم حسك يا برج الحمال على انه انت لساتك مهتم بعملك ولا طموحاتك، وعم شوفك عم ترمم اشياء كتير كانت عالقة ولساتها عالقة، ما عم شوف في شيء جديد بحياتك، عم شوف انه الروتين رح يعيد حاله. بس يعني اذا اشتغلت على ترميم او تصليح الاشياء العالقة بالعمل بالكارير تبعك، عم شوف انه سيثمر نجاحك العملي ورح يكون في مستقبل جيد للعمل، اوكي؟ لنجاحك العملي، اوكي؟ هيدا كل شيء بالنسبة لبرج الحمل، بتمنى لكم كل الخير والبركة.